يعني هاشتاج إسرائيل تنهار كان هو المتصدر للترند على السوشيال ميديا في الوطن العربي، وكان هناك حالة من الفرحة وهم يتابعون أخبار الكيان المحتل. حضرتك تشير ويشير كثيرون إلى أن هناك بإذن الرحمن بشرى بزوال هذا الكيان المغتصب لأراضينا ولمقدساتنا الإسلامية، وحضرتك ترى بأن هذا الأمر يمثل بداية لتفكك هذا الكيان. هل سلطات الاحتلال قادرة على لملمة حالة الانقسام تلك، أم إنه بإذن الرحمن مؤشر للبشرى للمسلمين؟ المؤشر هو واضح، لأننا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الدولة ستقوى ويكون لها وزن عالمي، وقد وصلت، ثم بعد ذلك ستنهار وستكون هناك معركة فاصلة قبل قيام الساعة طبعا، لكن علمها عند ربي. فهذه إشارات واضحة، إشارات واضحة للدولة، وكذلك إشارات واضحة لنتنياهو. نعم. لكن كما قلت لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك أن توقف الدولة هذا الهيجان والغليان الشعبوي بطريقة من الطرق، ولكن لا يعني هذا إذا أخمدت نيران الشعب الغاضب مع أن الأمر انتهى ولا شيء. لا، هي لا شك أن الأمر عندما يبدأ لا يبدأ يعني ببداية ونهاية في آن واحد، وإنما يبدأ ثم يتعرقل ثم يسقط ثم يقوم ثم يسقط ثم يقوم حتى في النهاية إلى أنه لا يستطيع القيام، وهذا بإذن الله ما سيحصل هناك، حتى وإن كانت الأمور ستعود إلى سالف عهدها ويتوقف التظاهر والغضب من الشعب الإسرائيلي، إلا أنها هي بداية المؤشر، لأنه عندما ننظر